الخير واهلا بحضراتكم، برحب بيكم حلقه جديده من المصر من البيت زي ما حضراتكم شايفين. بيسعدني ويشرفني ان انا اكون مع حضراتكم الليله دي. النهارده عندنا موضوعات كتير جدا واخبار مهمه جدا جدا في اكتر من ملف هنفتحها مع حضراتكم وهنناقشها بالتفصيل. ولكن الحقيقه الشيء الاولاني اللي حابين نتكلم فيه هو ما تم تناوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والغير معروفه المصدر بخصوص فيديو لاحتجاز مجموعه من العمال المصريين في احدى المدن الليبيه. الفيديو الحقيقه انتشر خلال يعني ال 24 ساعه او بالكثير ال 48 ساعه اللي فاتوا، ومن وقت اذاعه هذا المقطع الحقيقه اللي احنا يعني بنذيعه دلوقتي امام حضراتكم، كان في اجراءات مستمره من اعلى السلطات في الدوله المصريه مع اشقائنا في ليبيا لمحاوله استجلاء الحقيقه والوقوف على حقيقه هذا الفيديو اللي انتشر على احد المواقع المجهوله اللي كانت من داخل ليبيا. اسفرت النتائج الخاصه بالتواصل المفتوح والاتصال المباشر ما بين القيادات في مصر وليبيا عن إصدار وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية بيان. هذا البيان أكدت فيه أنها لا تعرف شيئا عن هذا الفيديو ومصدر هذه الصفحة التي وصفت بالمشبوهة اللي أذاعت هذا الفيديو، ولا تعلم إن كان هذا الأمر من جماعات أو ميليشيات أو عصابات مسلحة هي التي قامت بهذا الأمر، وتؤكد على متانة ووحدة العلاقات المصرية الليبية. ده بيان وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبي ووزير داخلية حكومة الوفاق. ده هو البيان اللي صدر منه منذ قليل، وبيقول ان احنا بنبحث في هذا الامر وبنتحرى صحة ودقة هذا الامر لكي لا تكون هذا الفيديو او لا يكون هذا الفيديو هو أداة لتعكير العلاقات ما بين الشعبين الشقيقين، الشعب المصري والشعب الليبي. كمان القوات المسلحة الليبية والجيش الوطني الليبي أصدر كمان بيان مهم جدا، بيان رقم 22 أكد فيه على احترامه وعلى تقديره للمصريين والعمال المصريين المتواجدين على الأراضي الليبية، وحرص الجيش الوطني الليبي على سلامة هؤلاء العمال المصريين مع أشقائهم الليبيين على الأرض الليبية، وأنه جاري التحقق من هذا الأمر بالفعل، وتم التنديد بهذه المقاطع اللي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي واللي وصفها بيان الجيش الليبي أنها محاولة لتعكير العلاقات ما بين الشعبين الشقيقين المصري والليبي. هنا لازم نأكد أن الشعبين المصري والليبي مش بس إحنا جيران نتجاور في 1200 كيلومتر هي الحدود المشتركة ما بين مصر وليبيا، ولكن الشيء الأهم هو العلاقات الاجتماعية والتاريخية والأسرية والكثير من القواسم التاريخية المشتركة والمصالح المشتركة اللي بتجمع ما بين الشعبين الشقيقين، الشعب الليبي والشعب المصري. وبكل تأكيد هناك متابعة لهذا الأمر، وبإذن الله هنوافي حضراتكم بأي جديد يطرأ فيه. بخصوص المصريين في الخارج واحنا بنتكلم على خلفية هذا الخبر، لازم نشير الحقيقة إلى أن الدولة المصرية واحد من أهم الإنجازات اللي حققتها من أول السنة وحتى الآن واللي كان واضح وجلي جدا للجميع هو تعامل الدولة مع أبنائها في الخارج. شفنا أكثر من مثال وأكثر من نموذج. لو قلنا مثلا من أزمة كورونا، هنشوف من أول ما بدأت الأزمة في نص فبراير وشفنا الطيارة المصرية اللي طلعت مخصوص جابت الباحثين والمصريين من الباحثين في جامعة ووهان، جابتهم وجت لما كان لسه العالم بيقول هو في ايه. كانت مصر سباقة أو أول دولة تجلي رعاياها من مدينة ووهان بسبب فيروس كورونا وترجعهم سالمين غانمين لمصر ويتم الإجراءات، ومن اليوم ده عرفنا بقى حجر صحي وعرفنا كل هذه الأمور. شفنا أكثر من نموذج الحياة للتعامل الراقي والتعامل المسؤول مع المواطنين المصريين، كان ربما مسألة الصيادين المحتجزين في اليمن وزي قدرت الدولة المصرية بكل أجهزتها أن هي ترجعهم، بالإضافة بقى إلى المصريين العالقين في كل مكان في العالم اللي شفناهم بيرجعوا على مدى الأيام الماضية. وربما الساعات الأخيرة كان عودة فوجين من 18 فوج من المصريين اللي كانوا عالقين في قطر، جم عن طريق سلطنة عمان، وبرضو امبارح وأول امبارح بنشوف المصريين العائدين من المملكة العربية السعودية عن طريق البحر.
اسمحوا لي ارحب بسعاده السفيره الوزيره النبيله السفيره نبيله مكرم. سعاده السفيره مساء الخير يا فندم. مساء النور يا استاذ عمرو. برحب بحضرتك اولا، ودايما بنشكر حضرتك ونشكر كل القائمين على هذا الملف، ملف المصريين في الخارج خصوصا في هذه الأزمة. قدم حضرتك بالحدث الاهم والحدث الابرز وهو عوده عدد ليس بقليل من المصريين في قطر. ارجو حضرتك تضعينا في الصوره من حيث الاعداد وما يتبقى حتى الان في قطر وازاي بترجعوهم. زي ما حضرتك ذكرت، جهود الدوله فيما يتعلق ب عودة العالقين أو عودة المصريين بوجه عام، سواء من مخالفي إقامة، من ظروف استثنائية صحية، ناس تم إنهاء تعاقدهم في الخارج. الدولة المصرية في ظل الإمكانيات وفي ظل التحديات اللي بتواجهها ما قفلتش الباب قدام أبنائها. في دول أخرى يعني بلغت مواطنيها إنه يفضلوا في الأماكن أو في الدول اللي هم موجودين فيها لأن الحدود هتقفل ولن يصرح لهم كمواطنين بالعودة مرة أخرى إلى دولهم. إنما مصر زي ما حضرتك ذكرت كانت سباقة في هذا الموضوع، واشتغلت هذه اللجنة برئاسة دولة رئيس الوزراء والمشكلة من الهجرة والخارجية والتعليم العالي والصحة والتضامن والطيران بالتأكيد المدني. كلنا اشتغلنا بتعاون وتنسيق عشان نقدر إن إحنا نوجه رسالة إلى المصريين في الخارج إن الدولة واقفة معاهم، وبالتأكيد إنه تصريح السيد الرئيس إن المواطن المصري بيجي على قائمة أولويات الدولة بغض النظر عن الخسائر المادية. كل الرحلات اللي حصلت، كل المساعدات، الاستجابة للمناشدات، كل ده بيؤكد إن إحنا بنمشي وراء هذا التوجيه. بالنسبة للمنطقة العربية، إحنا عندنا كان الكثير من الرحلات سواء للمملكة العربية السعودية، للكويت، للبحرين، لبيروت، وأخيرا النهاردة وصل طيارة من اليمن، وأيضا رحلتين من سلطنة عمان، ودي اللي جايبة أبنائنا من قطر. بالتأكيد أنه في ظل الظروف، ظروف العلاقات بيننا ما بين قطر، كان لابد من أن اللجنة تلاقي دولة أخرى نقدر أن احنا نحرك بيها المصريين الراغبين في العودة، وكانت بالتالي سلطنة عمان، وقدرنا ان احنا نوصل على الموافقات والتصريحات المطلوبة. لانه الحقيقة استاذ عمرو، ممكن الناس بتفتكر ان موضوع عودة العالقين او عودة المصريين هم عبارة عن مجموعة من المواطنين وطيارات. الموضوع مش كده خالص، الموضوع بيفتح. حضرتك هتبعتي طيارة تنزل المطار والناس تركب ويرجعوا، يعني الصورة الذهنية دايما بتبقى كده يعني. مظبوط، انما الموضوع مليان تفاصيل كثيره جدا، من تصاريح عبور، تصاريح هبوط، موافقه الدوله الاخرى على هبوط هذه الطائره، تسجيل البيانات. يعني النهارده طياره اليمن، احنا ما عندناش على سبيل المثال بعثه دبلوماسيه في اليمن، عشان كده تم تكليف سفارتنا في الرياض هي اللي تسجل بيانات العالقين في اليمن، ونقدر ان احنا من خلال الطيران اليمني وبتصديق من وزاره الطيران المدني المصريه انها تنقل رعايانا. من ضمن هذه الـ يعني يمكن الحاجات اللي كانت بتظهر لنا انه السلطات اليمنيه قالت انه كله يتجمع في عدن، انما كان عندنا مصري موجود في منطقه سيئون وهي بتبعد عن عدن 800 كيلومتر، والراجل حالته الصحيه متدهوره. فكان هناك صعب تنسيق ما بين سفارتنا في الرياض، وزاره الهجره، ووزاره الطيران المدني، عشان هيئة الطيران المدني تدي تصديق للطيران اليمني انه يروح منطقة سيئون، يجيب بس هذا الفرد الوحيد على الطائرة عشان يلحق بالركاب المصريين من عدن. يعني اتبعت طيارة لهذا المصري الوحيد في هذه المدينة النائية في اليمن عشان ترجعه. طيارة راحت له مخصوص عشان يلحق بالمجموعة اللي نازلة من عدن طبعا، ويقدر ان هو ينزل مصر وهم وصلوا الحمد لله. ووصلوا الحمد لله يا فندم. الحمد لله.
طيب بالنسبه لقطر دلوقتي في هيبقى في واضح جدا خلال الايام القليله اللي جايه عدد كبير من المصريين اللي موجودين في الدوحه عايزين يرجعوا، لان شبكه القنوات الرياضيه القطريه قفلت او بتقفل وسرحت عدد كبير جدا من العمال وخصوصا او الموظفين وخصوصا المصريين. هل في عدد معين دلوقتي طالب ومستني على قائمه انتظار للرجوع من الدوحه لمسقط ومن مسقط للقاهره؟ بالتأكيد الطيارتين اللي وصلوا النهارده من سلطنة عمان ما هماش الطيارات الأولى والأخيرة، احنا ما زال عندنا مسجل في بعثتنا الدبلوماسية الكثير من العالقين وكثير أيضا من الناس اللي زي ما حضرتك ذكرت فقدوا أعمالهم وشغالين، يعني احنا خلصنا طيارتين النهارده في 4 طيارات آخرين علشان كل ما تبقى وكل ما من بيستنجد ببلده لعودتهم إلى أرض الوطن سالمين شغالين أيضا عليه. يعني كده في 4 طيارات على أهبة الاستعداد لإرجاع المصريين في قطر. مصر. يبقى بإجمالي 6 حتى الآن إن شاء الله يكتملوا 6. بإذن الله. ان شاء الله. طيب الحقيقه سياده السفيره احنا كان جالنا مناشدات واحنا على طول بنتواصل مع حضرتك ومع المكتب الاعلامي وشاكرين جدا لتعاونكم معانا، ولكن مثلا المصريين في استراليا وصلت استغاثه من احدى السيدات العالقات هي ومجموعه اخرى بيقولوا احنا عايزين نرجع ومش عارفين وكان في طياره طالعه من سيدني واحنا ما عرفناش نحجز عليها او ما بنعرفش نحجز. هل في اي نصايح حضرتك بتوجهيها؟ هل في دول خصوصا الدول البعيده اللي محطوطه على قائمه الانتظار او في العاجل يرجعوا ان شاء الله؟ الحقيقة فيما يتعلق بموضوع أستراليا كان في فعلا مناشدات من الحقيقة الكثير من المصريين العالقين اللي راحوا يزوروا أولادهم، اللي راحوا يحضروا مؤتمرات في صحيح. أستراليا، والحقيقة اشتغلنا مع وزارة الطيران المدني في هذا الموضوع لإرسال طائرة مصرية تروح سيدني، تكون سيدني يعني نقطة تجمع للمصريين في أستراليا وتقدر إن هي تجيبهم. فابتدينا ان احنا نعلن عن هذه الطائره، ولكن الحقيقه للتكلفه العاليه لتذكره الطيران وطبعا عدد المتقدمين كان فقط 50، طبعا نظرا لزياده سعر التكلفه لهذه الطائره بالتاكيد الطياره اتلغت، وعشان كده ابتدينا نشتغل بروت ثانيه او بخط سير ثاني وهو من خلال الامارات العربيه المتحده، لانه الامارات كانت فتحت خطوط طيران سواء على الإماراتية أو على الاتحاد إن هم يجيبوا ناس من أستراليا للإمارات وناخد تصريح بإن هم ياخدوا ترانزيت وبعدين يصلوا إلى القاهرة. وبعد الموضوع دوت أعلنت الإمارات إن هي هتبعت الطيارات تبقى سيدني دبي أو سيدني أبو ظبي ثم أبو ظبي القاهرة والإماراتية القاهرة، وبالتالي اتحلت المشكلة لأنه الكثيرين الحقيقة وصلوا بسلامة الله إلى أرض الوطن بعد لما الإمارات العربية مشكورة عملت الروت أو خط السير ده وابتدوا أن هم ينزلوا عليه. يعني كده يا فندم مفيش أي مصري عالق في استراليا لأن الاستغاثة دي جات لنا من حوالي 4 أيام أو 5 أيام؟ لا، لو حضرتك رجعت معاهم، أنا على فكرة معاهم على الجروب تمام. بتاع الفيسبوك وهم متأكدين هم حجزوا ونزلوا. بنشوف حضرتك بتردي بنفسك يعني. بالتأكيد، لأنه هو المواطن لما بيشعر أنه المسؤول بذات نفسه بيرد عليه وبيوضح له كمان الصورة حتى لما السيارة المصرية اتلغت، بالتأكيد ده بالنسبة له حاجة مهمة أنه يفهم الوضع وصل كان لغاية فين. طبعا. طيب أنا عارف سيادة السفيرة، وده من الحاجات اللي يمكن عايز اقول لحضرتك، يعني كثير من اهل الخير بيرفضوا ان هم يتحدثوا فيه، وبرضه من المسؤولين فكره رجال الاعمال اللي بيساندوا الوزاره عشان تقدر ترجع الناس، او العالقين في فنادق اللي معاهمش فلوس يدفعوا الفنادق وهيترموا في الشارع، انا اسف في التعبير يعني او في اللفظ، بيدفعوا لهم الفلوس. ليه ما يتمش يعني تمويل أجرة او كلفه هذه الطائرات يعني على الاقل من القادرين من رجال الاعمال، يعني هم مستعدين لده؟ هو الحقيقه حصل يا استاذ عمرو، يعني مش خليني الحقيقه في البدايه اشكرهم، اشكر كل الناس اللي ساعدت ورفضت ان هي تقول اسمها او تعلن عن شخصيتها، انما مبادره خلينا سند لبعض في الخارج اللي اطلقتها وزاره الهجره، شفنا الكثير من القصص الانسانيه اللي ساعدت فيها مش بس المقيمين في الخارج
لأقرانهم من العالقين، ولكن من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني داخل مصر اللي ساعدوا في هذا الإطار. والحقيقة إحنا كان عندنا مناشدات من لبنان، خاصة من العمالة المصرية. حضرتك عارف إن إحنا عندنا 20,000 مصري عامل في لبنان، وبالتأكيد الأوضاع الاقتصادية هناك مع أزمة كورونا خلت الناس الحقيقة ما عندهاش حتى طبعا. القدرة إن هي تدفع التذكرة بتاعتها. وبالتأكيد كان في شغل ما بين وزارة الهجرة ومنظمات المجتمع المدني اللي أنا بشكرها وبعت لها جوابات رسمية للشكر على تكفلها بهذه الطائرة إن هم يدفعوا لهذه العمالة طبعا. الطيارة. فبالتأكيد كان في قصص كثيرة جدا، طبعا. اللي ساعد بطيارة، اللي ساعد بأدوية، اللي ساعد بدفع تذكرة الحج. كويس يعني جدا. عندنا الكثير من الأمثلة إن شاء الله أنا بعد عرفت إن في هذه رجل أعمال الأزمة. دفع مصاريف الفندق لعرسان كانوا في جنوب شرق آسيا، وخلاص فلوسهم خلصت، الفندق هيقفل ويقعدهم في الشارع، فهو دفع لهم فلوس. يعني دي يعني معلومة جات لي يعني. بص حضرتك، يعني إحنا بعد انتهاء الأزمة الحقيقة سنعلن عن قصص. يمكن الناس دايما كان الستيريوتايب يمكن عن المصريين في الخارج ان هم ما بيقفوش جنب بعض او ان هم ما بيساعدوش بعض وبصوا صحيح. للجاليات الثانيه. الحقيقه ازمه كورونا برغم قساوتها انما ورث الجزء الجميل في المصريين سواء في الداخل او في الخارج. الحمد لله الحمد لله. بمناسبة المصريين في الخارج سيادة السفيرة، يعني واحد الحقيقة من الإنجازات اللي أنا أو أي إعلامي خصوصا بنشعر بيها هي علمائنا في الخارج، المصريين في الخارج، اللي عن طريق مؤتمرات مصر تستطيع اللي تبنتها الوزارة من أول ما بدأت، وبدأوا يجوا مصر وإحنا نعرفهم ويعرفونا ويشاركوا ويقولوا آراء، ويؤخذ حتى حكوميا ببعض هذه الآراء. نقول دكتور هشام العسكري، دكتور أشرف الفقي، دكتور أسامة حمدي، غيرهم الحقيقة من الأسماء الكبيرة. قول لنا حضرتك بتتواصلوا معاهم إزاي عشان نستفيد في أزمة كورونا، ودول علمائنا اللي أنتم نجحتوا ترجعوهم مرة تانية فكريا للوطن. بالتأكيد أنه أزمة كورونا خلت الكثيرين من العلماء والخبراء الحقيقة يعرضوا خدماتهم أن هم يشرحوا ماهية هذا الوباء وكيفية استيعابه وكيفية التعامل معاه. بالتأكيد الأسماء اللي حضرتك ذكرتها شاركت معنا في زوم ميتينج علشان يقدروا يوصلوا الخبرة. يعني دكتور هشام العسكري اشتغل على تحليل البيانات اللي بتجيلنا فيما يتعلق بالإصابات، الدكتور أشرف الفقي اتكلم عن الوباء نفسه وعلى الجهود اللي الدول بتعملها، بيتكلم عن السياسات العامة في التعامل مع هذا الوباء، الصح الغلط، اللي المفروض نعمله اللي مش المفروض نعمله. بالتأكيد أيضا دكتور يعني أسامة رد على صحيفة الجارديان لما في بداية الأزمة اتكلمت عن معلومات خاطئة عن الدولة المصرية فيما يتعلق بالأعداد، والحقيقة أرسل جواب الحقيقة هام جدا لجامعة تورونتو اللي هي إدت المعلومات للجارديانز صحيح. والجارديانز نزلتها. وهو عالم كبير في هارفارد يعني، وكلمته مسموعة. مظبوط. فالحقيقة كلهم بصراحة يعني بيبقوا عاوزين، وده الحقيقة اللي بيدي سعادة لوزارة الهجرة عظيم. إنه مؤتمرات مصر تستطيع اللي هي لمت فيها الخبراء والعلماء في كافة المجالات، جه الوقت اللي هم كمان في يعني عز الأزمة وعز التحدي اللي الدولة بتقابله بنستفيد من خبراتهم. مظبوط. بنلاقي الناس دي على طول عايزة تساعد وعايزة تدي من خبرتها في المجتمعات طبعا. الغربية اللي هي فيها. طبعا. طيب انا كمان في جزئيه مهمه جدا لازم اشكر حضرتك عليها النهارده، وحضرتك اعلنتيها والوزاره اعلنتها، الحقيقه هي التعاون ما بين الوزاره وشركه سينرجي للانتاج والمتحده للخدمات الاعلاميه، ان مسلسل الاختيار اخر ثلاث حلقات فيه اللي هم كانت الحلقات اللي ألهبت مشاعر المصريين في كل مكان، وبالمناسبة كمان في الوطن العربي، هتترجم إلى الإنجليزي والفرنساوي وهتتحط على موقع الوزارة وعلى منصات كتير، يقدر ولادنا وإخواتنا الموجودين في الخارج يشوفوها، المصريين اللي ما يعرفوش عربي. مظبوط يا أستاذ عمرو. الحقيقة زي ما حضرتك ذكرت المسلسل كان ملحمة، وملحمة الحقيقة ورتنا الكثير من الأشياء يمكن لناس تانية ما كانتش حاسة قد إيه أبطالنا يعني في شمال سيناء بيواجهوها.
وما كانوش يمكن عارفين كمان نبل أخلاق الجندي المصري والصدق في التعامل ومحبته للوطن والزهد، يعني معاني كثيرة جدا. عشان كده لما شفنا مسلسل صحيح. اختيار من أول لما شفته الحقيقة قلت لازم المسلسل، يعني الأجيالنا من الجيل الثاني والثالث اللي هم يعني اللغة العربية مش مساعداهم ان هم يفهموا، مهم جدا ان احنا نوريهم هذا المسلسل. احنا طبعا اهتمامنا بالجيل الثاني والثالث ده كان بيجي من خلال التعاون ما بين وزارة الهجرة ووزارة الدفاع فيما يتعلق بمحاضرات أكاديمية ناصر العسكرية للتعريف بمفهوم الأمن القومي المصري، تحديات الدولة المصرية، بنخليهم يزوروا الصاعقة، كمان يروحوا كلية الشرطة، يشوفوا دولتهم ماشية ازاي. طبعا بأزمة كورونا الزيارات دي يعني تم تأجيلها، وبالتالي كان لابد ان احنا نوصل طبعا لهم بطريقة ننمي عندهم الوعي نروح لهم والولاء بطريقة تانية. للوطن، نروح لهم بطريقة ثانية. عشان كده كان هذا التعاون اللي صحيح يا فندم. ترجمت آخر 3 حلقات. أنا الحقيقة ما حبيتش إن احنا نترجم المسلسل كله لأنه 30 حلقة، وأنا عايزة أديهم يعني خلاصة التعب والجهد طبعا. واللي بيشوفوا هذا الجندي المقاتل. وانا هقول لحضرتك خبر كمان، الاستاذ يسر الفخراني رئيس تطوير المحتوى الدرامي في مجموعه قنوات دي ام سي اعلن ان هتكون كمان مدبلجه، اعلن شير البوست من حضرتك وكمان كتب ان هيتم دبلجتهم كمان. يعني احنا كلنا عندنا الرغبه الحقيقه ان احنا نوصل للخارج المفاهيم اللي عندنا والتحديات اللي عندنا والبلد بتمر بايه والجماعات الارهابيه عايزه مننا ايه، عشان انا كمان خايفه على هذه الشريحه من الجيل الثاني طبعا والثالث انه يتم استيعابه بافكار مش هي اللي عندنا. فالمسلسل بيغذي أكيد يا فندم. المرحله دي. النهارده وضعنا الحلقه رقم 28 باللغه الانجليزيه، بكرة الحلقة 29، بعده 30، وهيفضلوا على موقع الوزارة، وبعدين نبتدي بعد 3 أيام نبتدي باللغة الفرنسية لـ3 حلقات أيضا. ده خبر جميل جدا وشيء يسعدنا جميعا، واسمحي لي كمان ابارك لحضرتك النهارده التكريم في مجلس النواب لجنه الشؤون العربيه للانجازات الحقيقه اللي اتحققت من وقت ظهور الوزاره للنور في منتصف سبتمبر 2015 وحتى الان، ومعانا يمكن صور النهارده من اللقاء وكلام حضرتك معاهم والنواب وهم بيتفاعلوا مع حضرتك، فلفته الحقيقه جميله لازم نحيي عليها البرلمان ونحيي الوزاره الحقيقه في هذا الامر. يا استاذ عمرو الحقيقه يعني كان لقاء مثمر، وعرضت فيه كل مجهودات الدوله واهتمامها بالمصريين في الخارج والتفاصيل يمكن الدقيقه للمواطن يمكن العادي ما يعرفهاش. فبالتاكيد الرد على الاستفسارات سواء في موضوع العالقين، في موضوع الهجره غير الشرعيه، في موضوع العلماء والخبراء، يعني استعارت الحقيقه كل جهود الوزاره في هذا الاطار. أنا بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا، وبنهدي حضرتك والسادة المشاهدين تقرير عن الإنجازات اللي اتحققت في مجال المصريين الموجودين في الخارج واهتمام الدولة بيهم، مش زي ما كان زمان بيتقال إن الدولة نسيتهم وخلاص ما بتدورش عليهم والسفارات ما بتسألش، لا ده الدولة عملت وزارة بقى لها 5 سنين، الدولة من 6 سنين كمان قبل الوزارة حتى بسنة وهي شغالة على الملف ده وعلى أولادها بره. فأنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا سيادة السفيرة الوزيرة نبيلة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، شكرا جزيلا ودوام من النجاح والتوفيق يا فندم، شكرا لحضرتك وأدعوك وأدعو صدر المشاهدين لمتابعة هذا التقرير. خمس سنوات هي عمر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتي عادت في 19 من سبتمبر عام 2015 لتحقق العديد من الإنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. على رأس أولوياتها كان هو تدعيم الروابط السياسية والاجتماعية والاقتصادية بين المصريين في الخارج وبين وطنهم الأم مصر، ووضع سياسة شاملة لهجرة المصريين للخارج ومواجهة الهجرة غير الشرعية، كما عملت على إشراك عقول علمائنا بالخارج عبر 5 نسخ سنوية من مؤتمر مصر تستطيع.
وحرصت الوزارة على تنظيم معسكرات شبابية ورحلات سياحية لأبناء المصريين في الخارج، فضلاً عن برامج لتعليمهم اللغة العربية. وأنشأت 27 منتدى ومنصة إلكترونية للتفاعل معهم، كما وفرت عدد من البعثات للموهوبين من الشباب المصري، وركزت على دور المصريين في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، كما أطلقت مبادرة مراكب النجاة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية على الشواطئ المصدرة للهجرة. وشملت إنجازات الوزارة إحياء العلاقات التاريخية بين شعوب مصر وقبرص واليونان، والاحتفاء بالمصريين الأرمن ضمن مبادرة إحياء الجذور. ومع مرورنا بجائحة كورونا، نجحت وزارة الدولة للهجرة في إعادة آلاف المصريين العالقين في الخارج برحلات طيران شبه يومية، كما نسقت الحجر الصحي لهم ووفرت الدعم المالي لعدد من العالقين المصريين في عدد من دول العالم لحين عودتهم، لتحقق وزارة الهجرة سجلاً مشرفاً من الإنجازات خلال 5 سنوات مضت. من مصر، طارق أحمد. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، أهلا وسهلا بحضراتكم. الحقيقة الواحد بقى يخاف اليومين دول وهو ماشي في الشارع، لا يبقى ماشي وبيعمل أي مخالفة ويلاقي موكب الرئيس جنبه والرئيس يوقفه ويقول له إيه القصة وإيه الحكاية. النهاردة السيناريو ده حصل بالظبط، شفنا فيديو جميل الحقيقة لسيادة الرئيس وهو في الموكب بتاعه، وقف في الشارع، وقف مرتين. المرة الأولانية كان بيكلم مهندس في أحد المواقع أو المنشآت اللي بتتم في منطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، وقف يتكلم معاه على الإنجازات عاملة إيه واللي هتخلصوا إمتى المشروع وهكذا. اللقطة الثانية والموكب ماشي، والموكب ماشي في وسط العربيات، ودي من الحاجات اللافتة للنظر اللي حضراتكم هتشوفوها، هتلاقوا إن عربية الرئيس ماشية قدامها أتوبيس نقل عام، وهتلاقي عربية ملاكي، وهتلاقي عربية 27 ماشية، وهتلاقي ميكروباص واخد الدوران، وأمين الشرطة واقف، وهتلاقي 2 ماشيين على رجليهم بيبصوا بيقولوا هو في ايه بالظبط، ايه العربية البيضة اللي معدية جنبنا دي. ومنظر الحقيقة الموكب وعربية الرئيس وهي ماشية في وسط العربيات والميكروباص والأتوبيس والعربية السيت، حاجة الحقيقة بديعة. الرئيس شاف شابين واقعين على الارض، والموكب شاف حادثه موتوسيكل بسيطه اللي بنشوفها كل يوم واحنا معديين في الشارع، شابين وقعوا من على الموتوسيكل، فالرئيس وقف ودار الحوار التالي. تعالوا نشوف. خلاص ان شاء الله يا فندم، قدامنا 10 ايام بكتير يا فندم. باذن الله يا فندم. طيب بصوا كويس على المدينه كلها. تمام. ومواضيع تمام يا فندم. تمام يا فندم. علي وهاب يعني. أوامر يا فندم. متشكرين. تحت أمر سيادتك يا فندم. ها أنت كويس؟ رجليك؟ مش هنسيب خوز يا ابني. المهم أنت كويس؟ خلي بالكم نفسكم، مين زميلك اللي كان سايق؟ يعني اكتر حاجه عجبتني الحقيقه لما سياده الرئيس بيسال الشاب، والف سلامه على عليه طبعا، يعني من الحادثه البسيطه دي وقعت الموتوسيكل، لما الرئيس بيقول له يا ابني مش تلبسه خوذة، فشوفوا هنا حرص الاب يعني، عارفين حضراتكم. فرد عليه قال له ايه؟ قال له اول مره يا فندم. يعني طبعا الرئيس ضحك، يعني فكره اول مره يعني طيب خلاص، اول مره ماشي، بس ان شاء الله تكون اخر مره يعني. فطبعا كانت ضحكه الرئيس دي ضحكه
حد فاهم كويس جدا يعني الرد ده ايه يعني. فالشاب ما قالوش اخر مره، لا لا لا، قالوا دي اول مره يا ريس، يعني انا بلبس الخوذه على طول بس شكلي نسيتها النهارده يعني. عموما دي لقطه كويسه جدا، وشفنا الرئيس في الاسمرات من يومين، وحاجات الحقيقه جميله جدا، وفكره التقارب، فكره النزول يعني. شفنا اكتر من موقف الرئيس موجود فيهم في الشارع، وحتى في شهر رمضان قبل الفطار، وشفنا ازاي فكره التجاوب، ان انا ابقى ماشي او اي حد ماشي ويلاقي غلطه بتحصل، الناس مش لابسه الكمامات في مشروع، فالرئيس ينزل ويوجه المسؤول عن المشروع بالناس لازم تلبس كمامات، والناس لازم تاخد بالها من نفسها. فكرة المتابعة وفكرة المسؤول يكون موجود في الشارع على طول وعلى رأس الناس زي ما بيقولوا كده، ده شيء مهم ورسالة مهمة الحقيقة النهاردة سيادة الرئيس بيوجهها للناس. ممكن الشابين اللي كانوا ماشيين والعربية في الملف ممكن يقولوا ده يمكن موكب المحافظ، موكب مدير الأمن بالكتير يعني، إنما ما يتخيلوش إن رئيس الجمهورية نازل يتفقد ويشوف الأمور ماشية زي. نروح الحقيقة لموضوع تاني مش بعيد بقى عن الناس، هو الموضوع المتعلق بمجلس النواب والموافقة المبدئية على قانون مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، وكذلك ما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية. تفاصيل كتير جدا، التفاصيل اقدر اقول لحضراتكم ان جزء منها مبني لرؤية الشباب ورؤية عدد من الشباب السياسيين وشباب الاحزاب السياسية وشباب تنسيقية شباب الاحزاب وغيرهم. الحقيقة في حوار مجتمعي على مدى شهور طويلة تمت في هذا الاطار، وكان معانا اكثر من ضيف على مدى الايام اللي فاتت وحكولنا عن الموضوع ده. لكن الحقيقة الشيء المهم واللافت هو طريقة تعامل الاستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب في هذه النقاشات، نقاشات مهمة ونقاشات حامية وتبادل لوجهات النظر، ولكن الهدوء اللي بيتمتع به هذا الرجل الأصيل، الرجل المصري، الرجل الصعيدي صاحب المبادئ والأخلاق العالية الحقيقة. وأنا أتشرفت كتير جدا بلقاء دكتور علي عبد العال قبل أن يتولى رئاسة مجلس النواب، يعني على قدر كبير من الهدوء ودماثة الخلق والعلم، فبنوجه له الحقيقة كل التحية وكل التقدير. وبكل تأكيد في قادم الأيام بعد الموافقة المبدئية هنفرد مع حضراتكم مساحات عشان نقول لحضراتكم ايه الجديد في مباشرة الحقوق السياسية اللي تم اقرارها مجلس الشيوخ، وده شيء مهم جدا وشيء دستوري كان لابد من اقراره، وكذلك ما يتعلق بمجلس النواب وانتخابات مجلس النواب. ان شاء الله هنفرد لها مساحة، ولكن ان شاء الله في قادم الحلقات. ولكن الشيء اللي انا حابب اكد عليه الحقيقة هو مدى التعامل المتميز جدا اللي تعاملت بيه او تعامل بيه رئيس مجلس النواب في هذا الامر خلال الفترة اللي فاتت. نروح لملف تاني خالص بقى، هو الملف اللي دايما احنا بنتبادل فيه المعلومات في المكالمات في التليفونات على الواتساب على السوشيال ميديا، هو بيان وزارة الصحة. وايه الجديد في بيان وزارة الصحة؟ زي ما حضراتكم شايفين البيان بيقول تسجيل 1691 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و97 حالة وفاة. ربنا يتغمد هؤلاء برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ونحتسبهم عند الله من الشهداء وهو حاسبهم. كمان بيان وزارة الصحة أكد على ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا إلى 12329، شوفي والحمد لله. كذلك الحالات اللي تحولت نتائجها من إيجابية إلى سلبية ارتفعت بالتالي ل 13732 حالة، وده نتيجة للشيء الحقيقة المعمول بيه أو الإجراءات اللي بيعمل بيها خلال الفترة الماضية من بروتوكولات العلاج. هنتوقف إن شاء الله مع بيان وزارة الصحة، هيكون لينا لقاءات تتعلق في بملف الكورونا بكل تأكيد في الدقائق اللي جاية. ولكن شيء بقى مرتبط بالبيانات، أكتر ناس ممكن تكون بيشغلها البيانات وبتبص على البيانات دي يوم بيوم ومنتظرة وسايبة ودانها للسوشيال ميديا، بعض سايب ودانه للسوشيال ميديا للأسف، هم أولياء أمور الثانوية العامة، الطلاب اللي في الثانوية العامة. أكيد كل أب وأم حريص على أولاده، هم نور عينه بكل تأكيد، أغلى ما يملك، والولاد خلاص كمان أسبوع نازلين امتحانات الثانوية العامة. ولكن بكل تأكيد برضو مش ممكن أي مسؤول في الدولة هيغامر بضافر طفل أو بضافر حد من ولاده، لأن في النهاية مسؤوليته، في النهاية الولاد دول هم في رقبة الحكومة، الولاد دول هم في رقبة الدولة، سلامتهم ونزولهم الامتحان بصك من الدولة إن إحنا واخدين الإجراءات، بصك من الدولة إن إحنا واخدين كل الاحتياطات عشان ولادكم يكونوا بخير. النهاردة مثلا كان في اجتماع مهم جدا جدا بالفيديو كونفرنس لوزارة التربية والتعليم مع مديري المديريات التعليمية ورؤساء اللجان في كل المحافظات وكل المدن في جمهورية مصر العربية. هتشوفوا حضراتكم في 560 عربية إسعاف مجهزة
هتكون موجودة ومنتشرة في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة. لا قدر الله، ده من ضمن القرارات اللي طلعت النهاردة من الوزارة. شيء مهم تاني، ان العربيات دي لا قدر الله لو في اي حالة اي طالب وهو بيأدي الامتحان لا قدر الله في اي مشكلة او ظهر عليه اي شيء، خدوا بال حضراتكم هيتم التعامل فورا وهيتنقل فورا الى المستشفى المخصصة لهذا الامر والتعامل معاه. 560 عربية اسعاف، بنتكلم على من بين القرارات ان كل اللجان فيها فرق طبية، فيها كواشف حرارة، فيها مطهرات، فيها كل المستلزمات اللي الولاد هيحتاجوها قبل ما يدخلوا الى الاماكن الخاصة بلجان الامتحانات. ده شيء مهم جدا جدا حابين نأكد عليه، وده تم بالتنسيق مع وزارة الصحة. هيكون في عربية اسعاف مجهزة داخل كل لجنة من لجان التصحيح عشان المعلمين، يعني الاهتمام مش بس بالطلبة اولادنا لكن كمان بالمعلمين اللي هم اخواتنا واشقائنا. بمناسبة المعلمين، او قبل ما نروح للمعلمين، برضو في شيء مهم النهاردة وزارة التربية والتعليم اكدت عليه، هو ان الطالب اللي مش حابب يمتحن السنة دي، مش حابب، والله انا خايف على ابني، لو هتقولوا لي الثانويه العامه ابني هيطلع الاول وهيدخل الكليه اللي هو عايزها، هقول انا خايف على ابني، انا حر خلاص. ففي الحاله دي لهذا الطالب ولي امره ان هم يقول والله احنا هنأجل امتحان، ويقدم طلب بتأجيل الامتحان ويمتحن السنه الجايه، والوزاره قالت لن يتم احتساب هذا التأجيل من السنوات المقررة للتقدم أو من عدد مرات التقدم للامتحان، يعني ما فيش مشكلة، اللي عايز يأجل امتحان السنة دي من الطلبة أو أولياء أمورهم يروح يقدم هذا الأمر إلى شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية اللي هو تابع لها. كمان بالنسبة للمعلمين، إن تم مد الفترة للمعلمين اللي حابين إنهم يعتذروا لأسباب وضحتها الوزارة خلال الأيام اللي فاتت عن المراقبة في الامتحانات، تم تمديد العمل لغاية الساعة 6 مساء. لغاية الساعة 6 مساء، وده شيء مهم جدا الحقيقة. فده مجموعة القرارات اللي صدرت النهاردة. تعالوا نشوف تقرير لزميلنا محمد عبد العال ونرجع تاني نستكمل مع حضراتكم. بعد حلول الكارثة، الكورونا فيروس هو قوي مع الضعيف وضعيف مع القوي. لا نعرف أشياء كثيرة عن هذا الفيروس، عن كوفيد-19. الكورونا فيروس موجود، في منه في 7 أصناف. كورونا فيروس ذو أبعاد هائلة، وخصائصه غيرت الكثير في علم الفيروسات. ما هي ماهيته؟ ما الخطر الذي يمثله؟ ولماذا لم يتم التعرف عليه من قبل؟ هل من الممكن أن يتطور هذا الفيروس؟ وماذا عن الفيروسات والأوبئة التي أصابت البشرية؟ عوامل غامضة هزت العلم الحديث. أهلا بكم في المنطقة الغامضة التي من الصعب الوصول لها، فكل فيروس خيطي موجود هنا. جميع الخيارات هنا ليست جيدة، آخرك هذا الباب المصفح، لا تقترب، وحين الاقتراب وجب أن تكون حذراً في هذا المكان. إنه قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث في مصر. برنامج من مصر نجح في الحصول على تلكم اللقطات. هنا الفيروسات القاتلة التي تجري عليها الأبحاث، ومنها كورونا، أحد أكثر الفيروسات فتكاً الذي أثار ذاكرة الأمراض والأوبئة. الإنفلونزا، إس كورونا، سارس، الار ان اي فيروس، كوفيد 19، الفيروس خطورته في سرعة انتشار. قد لا يكون هناك أكثر ما يسبب القشعريرة من تهديد المرض أو الأوبئة. أصبح التهديد ليس بحدوث الوباء ولكن بانتشاره. دعونا نتفحص الحقائق بشكل هادئ. هو عدو موسمي وسيبقى موسمي، وعلينا التأقلم ومعالجته. سريع الانتشار من إنسان لإنسان، ودي صفة بتبقى في منتهى الخطورة، وهي دي اللي بتعمل الوبائيات. بتنتشر من 1 لـ4، ومن 4 لـ40، ومن 40 وهكذا، كل شخص يعدي 3 أشخاص قبيله. منظمة الصحة العالمية
اعتبرته وباء وحالة صحية عامة دولية. احنا بنتكلم في اكتر من 1,000,000 اصابة على مستوى العالم في 3-4 شهور، فطبعا سرعة الانتشار مرعبة، الناس كلها خايفة، وده شعور طبيعي لأي حد. كورونا، الخوف والذعر بسببه غطى العالم. لنرجع للوراء قليلاً لفهم ماهية الفيروسات التي تحولت لأوبئة. السارس اختصار لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد، أبلغ للمرة الأولى عن المرض في إقليم غوانشو في الصين. هل من الممكن السيطرة على كورونا كسارس؟ ما الفارق بين كورونا وسارس؟ الاثنين من نفس العيلة، من نفس الفصيلة اللي هي بيتا كورونا، بس طبعا مختلفين في سلوكياتهم، وده الاختلاف ده نتيجة اختلاف في التركيب الجيني، يعني نسبة التشابه بينهم حوالي 79%. نحن نعلم أنه من فصيلة كورونا فيروس، لكن خطورته هو انتقال العدوى من شخص مصاب إلى عدة أشخاص بشكل تصاعد. كورونا أثبت أنه أصعب من السارس. الدول مش منتبهة أنه موجود كورونا فيروس، والصين نفس الشيء أعلنت بشهر 1، ومع أنه كان بشهر 10 و11 و12. هلأ السارس ما عمل هالقد بانديميك بهيدا، ما انتشر بهالقوة بكل البلدين، حوتوا بسرعة وبقي بشي 22 بلد وخلص بال 2003 ما عاد موجود هيدا. إنفلونزا الطيور مرض معدي ينتشر بين الطيور ثم ينتقل في أحيان للبشر. ظهرت سلالتان من الممكن أن تكونا قاتلتين، مات بسببه المئات. لكن في ديسمبر عام 2003 عاد للظهور مرة أخرى. هل من الممكن أن يتحور ويتطور فيروس كورونا كشكلة إنفلونزا الطيور، أم أن الأمر هنا مختلف؟ هو إنفلونزا الطيور موجود لحد ذاتها، وبتظهر سلالات أكثر شراسة في الصين وفي دول أخرى. إنفلونزا الطيور ينتقل من الحيوان للإنسان، إنما هذا الكورونا أو كوفيد 19، لأن الكورونا في فصيلين، في سراس انتقل من الحيوان للإنسان، والمير انتقل من الحيوان للإنسان في الصحراء. فيروس اسمه RNA فيروس، يعني المادة الوراثية اللي جواها RNA. RNA بيبقى قدرته على إنه يتحور عالية شوية، فوارد ما يتحور، هو لحد دلوقتي بيتحور. شهدت منظمة الصحة العالمية أننا أمام مرض معد جديد كل سنة، ونحن الآن أمام الكورونا، الوباء القاتل. يعتبر الكوفيد 19 دوت يعتبر أكبر وباء شاهده الجيل اللي عايش على الكرة الأرضية كلها، يعني أكبر وباء زيه كان في 1920 الإسبانيش فلو، بعد كده ما فيش بالحجم دوت ولا سرعة الانتشار ديت. وباء حصل بصورة سريعة أوي في فترة زمنية قليلة اللي عايش حالياً شافه قبل كده. في 3-4 أصناف كل سنة بيعملوا عوارض مثل الرشح وإشياء هيك جريف، إشياء خفيفة تقطع، منهم مؤذيين، موجود هو كل سنة هذا الكورونا. هذا الفيروس سيبقى وسيعاود أكيد موسمياً مثله مثل أي فيروس. رغم النجاح في إيقاف تفشي أوبئة في السابق كالسارس وإنفلونزا الطيور والحد من انتشارهما الذي ربما يعطي خيط أمل حيال كورونا القاتل العالمي المخيف الذي انتشر في غمضة عين، هزمنا الجدري وهو ما اعتقدناه حيال الكوليرا قبل بضع سنوات. يجب علينا أن نتصرف جماعياً، يجب أن نكون يقظين ضد الأوبئة التي يجب أن نتذكر أنها لا تميز بين حدود البلدان. الأوبئة والفيروسات عدو قاتل للجنس البشري.
واحد من أهم النصايح اللي كانت خلال الأسبوع اللي فات أو العشر أيام اللي فاتت هي أن يجب عزل الإيجابي المصاب بحالة المصاب بكورونا عن المخالطين ليه. هذا الأمر يستدعي أن يكون في توسع كبير جدا في أماكن عزل الحالات الإيجابية، مش بس الخطيرة أو اللي محتاجة عناية مركزة أو عندها مشاكل صحية، ولكن اللي مجرد يكون إيجابي. ولكن ده محتاج أماكن أكتر من المدن الجامعية ونزور الشباب اللي تم الاستعانة بيهم في المرة اللي فاتت أو في بداية الأزمة خلال شهر الشهرين اللي فاتوا. فكان النهاردة في خطوة مهمة جدا جدا الدولة بتجهز لها من أسبوعين، النهاردة اكتملت وافتتحها رئيس مجلس الوزراء، هي المستشفى الميداني في جامعة عين شمس على مساحة 4600 متر بطاقة 200 سرير. اتبنت اللي قدام حضراتكم، الجهد اللي قدام حضراتكم ده مستشفى ميداني متكامل في محطة أكسجين، في كل الوسائل الخاصة حتى بالأمان الخاصة بالمواد المطلوبة، الهيكل الألمونيوم، كل شيء، مفيش حاجة متروكة للصدفة. 200 سرير مزودين بكل شيء وسرير عناية مركزة اتكلفت 28 مليون جنيه، اتبنت يعني ليل ونهار خلال ال 14 يوم اللي فاتوا، الأسبوعين اللي فاتوا، عمل كبير جدا جدا تعاونت فيه الدولة وصندوق تحيا مصر اللي وفر عدد من الأسرة، وفر عدد من الكمامات، يعني 15 جهاز تنفس صناعي تم ضخهم من صندوق تحيا مصر في مستشفى عين شمس اللي رئيس الوزراء افتتحها النهاردة، 1000 بدلة عزل، 10,000 كمامة عادية، 500 كمامة KN، 500 كمامة N95 اللي هي العالية قوي، في 510 عبوه مطهرات. مجهود كبير الحقيقه في هذا المستشفى اللي هيستقبل ان شاء الله اول المرضى الايجابيين اللي هيتم عزلهم ان شاء الله هيكون يوم الخميس اللي جاي. خطوات كتير جدا بتتم في الاطار ده، فكره العزل المبكر لهذه الحالات او اكتشاف الحالات وعزلها. بنلاقي ان وزاره الاسكان بتعلن عن حوالي 770 شقه، 770 شقه موجوده في الاسكان الاجتماعي في الفيوم وفي المنيا، هيتم تخصيص الشقق دي والعماير دي للمصابين بكورونا الإيجابيين عشان يروحوا يخرجوا من بيوتهم، يبعدوا عن أسرهم، يروحوا يقعدوا في هذه الشقق ووزارة الصحة تقدم لهم العلاج. ده شيء بيقدمه وزارة الإسكان، هو مش شغل وزارة الإسكان، لكن دولة كاملة بتتحرك، إسكان بتساعد صحة، بتساعد طيران، بتساعد هجرة، بتساعد خارجية، بتساعد داخلية، بتساعد دفاع، كله مع بعضه الحقيقة. فده شغل محترم جدا كمان وشيء محترم من وزارة الإسكان. كمان رئيس الوزراء النهاردة افتتح وحدة زي اللي احنا كنا بنشوفها بره، ونتمنى او كنا نتمنى انها تكون من بدري حبتين الحقيقة، يعني هي وحدة درايف ثرو، او ان الواحد يدخل بعربيته لمكان، اولا بيحجز عن طريق ابليكيشن على الموبايل، بيحجز مسحة، عايز اعمل مسحة في تطبيق على التليفون بيطلب ده، هيتحدد له معاد، هيروح بعربيته للمكان اللي هيتحدد له، هيلاقي وحدة زي وحدة المرور كده تندى، هيدخل جواها، العربية تترش وتتعاقم، يكمل، هيلاقي موظف أو موظفة، طبيب أو طبيبة، هياخد منه مسحة الأنف أو الحلق، بعد كده هيخرج زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط في الفيديو، هيخرج من ده عشان يروح بيتهم مثلا أو يروح مكان العزل بتاعه، وهو في الطريق هيجيله رسالة فأسرع ما يمكن على التليفون يقول له نتيجة المسحة بتاعك، هل أنت إيجابي ولا سلبي، ويبتدي من هنا عشان نبعد الناس الإيجابية عن المخالطين ونكسر هذه الدائرة أو هذا المنحنى اللي فيه تزايد. برحب بالأستاذة الدكتورة جيان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لبروتوكولات كورونا في مصر. يا دكتورة جيان مساء الخير على حضرتك. الو دكتوره جيهان. ايوه يا فندم سامعني. مساء الخير يا دكتوره. مساء النور يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا بحضرتك، سامع كويس جدا. اهلا وسهلا، الله يسلم حضرتك. شايفه ازاي الخطوه بتاعه جامعه عين شمس، حضرتك شايفها ازاي، وان ان شاء الله في توجيهات من رئيس الوزراء انها تتكرر، والمسح عن طريق العربيه، رئيس الوزراء شاف تجربه ليه النهارده، شايف حضرتك دوت ازاي؟ الحقيقه يعني اسمح لي اقول ان انا فخوره ان انا يعني عضو في فريق جامعه عين شمس. الحقيقه الفرح اللي انا شايفاه النهارده حاجه مشرفه جدا، وانا سعيده وفخوره ان اول مستشفى ميداني تقام في الازمه اللي احنا فيها دي، وبالمستوى ده وبهذه التقنيه وبهذه التجهيزات اللي على اعلى مستوى،
تكون بجامعة عين شمس. والحقيقة ده مش غريب على جامعة عين شمس، الحقيقة جامعة عين شمس هي أول هي الجامعة اللي عملت أول مستشفى عزل على مستوى المستشفيات الجامعية كلها، كانت هي السباقة برضو في المجال ده. مستشفى العبور كانت أول مستشفى عزل. حقيقة مستشفيات جامعة عين شمس كلها فتحت أبوابها من أول يوم لتلقي الأشخاص المشتبهين ومحاولة فرز المرضى وفصل المصابين، سواء في مستشفيات التمرداش كلها. فتحنا العبور مبكرا للعزل، وفي من كام يوم كان في مستشفى المسنين برضو مفتوحة، مستشفى كامل مبنى كامل مخصص لعزل المصابين بالكورونا. والنهاردة الحقيقة بتكتمل الاحتفالية الحقيقة بمستشفى، يعني هو بصراحة يعني حدث بكل المقاييس، التوقيت الحقيقة الصور اللي بنشوفها قد إيه جميلة، وكل شيء الحقيقة متقن، الأجهزة، الفرش، المعدات، كل شيء الحقيقة معمول بمنتهى الإتقان. حضرتك شايفة تأثير الخطوة الأولانية دي، واللي إن شاء الله يكون فيه زيها في مدن جامعية أخرى نتمنى قريبا إن شاء الله، وفي توجيهات بده، شكل أو تأثير ده في كسر المنحنى، في عدم انتقال العدوى من المصاب للمخالطين، هيكون إزاي يا فندم؟ طبعا هيدينا فرصه كبيره، كل زياده في عدد الاسره بتسمح باستضافه عدد اكبر من المرضى اللي ممكن نعزلهم عن باقي المجتمع فتقلل الاصابات. طبعا توفر الاسره في مستشفيات جديده تتفتح، وان شاء الله يبقى في مستشفيات تانية زي مستشفى الميداني بتاع جامعه عين شمس، ده بيوفر الضغط برضه على المستشفيات وزاره الصحه، وبيتيح ان احنا يبقى لنا فرصه اكثر للتعامل مع الحالات الشديده والحرجه. طبعا الخبر بتاع الشقق المفرغه وزاره الاسكان برضو، لان في بعض الناس العزل المنزلي عندها بيبقى صعب تطبيقه، يبقى صعب تطبيقه او مش متاح عندهم، مثلا لو عدد الافراد كبير في مكان صغير. انا عايز اقول عايز اقول للتفاصيل حضرتك برضو عشان مشاهدينا اللي من المنيا او الفيوم عايزين يعرفوا، في 48 وحده في مركز المنيا، 48 وحده في مشروع الاسكان الاجتماعي في صملوط ومطاي، 48 وحدة في مشروع بني مزار في المنيا، دول 6 عمارات. كمان في 624 شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي في محافظة الفيوم، وأتمنى أن أكون بقول منطقة صح، اسمها شدموة، فيها بالضبط 26 عمارة. الحقيقة حضرتك كل اللي بتقوله ده حاجة يعني حاجة تفرح، لأن أنت بتحس إن إحنا مش مجرد مرض وبتواجهه مؤسسات الصحية أو المؤسسات الطبية في البلد بس، لا ده احنا يعني في منظومة عمل متكامل من كل الجهات، من كل الحكومة. صحيح. كل اللي يقدر يساعد بحاجة وبيساهم بيها محدش بيتأخر، في نوع من التناغم والتكامل بين كل جهة بتكمل التانية وتحاول تشوف ايه المشكلة وتطلعها. فيعني انا يعني فخورة جدا بمستوى الاداء دوت، ويا رب يعدي الأزمة دي على خير. دكتورة جيهان معلش اسمحي لي، يعني يا رب ان شاء الله تعدي على خير والخطوة دي كويسة، وانا بطبعي ما بحبش ابص لورا، انا بحب ابص لقدام، ابني على ما هو قادم، يكون في توسعات في ده، يكون في توسعات ان شاء الله في فكرة المسحة عن طريق السيارة على طول، لكن مش عايز اقول لو، لكن لو كانت الخطوات دي يعني ابكر من كده شهر، تفتكري كان ممكن تأثر ولا كان كده المنحنى الوبائي واخد طريقه؟ حضرتك فكرة المنحنى الوبائي دي هي يعني حاجة واخدة طريقها على كل الدول مش علينا احنا بس، فهو كده بياخد طريقه. احنا يعني ما بنتأخرش، وكل مرحلة بنوصل لها بنحاول ندرس افضل السبل للتعامل في المرحلة اللي احنا فيها في اليوم اللي احنا فيه. والحقيقة زي ما انت شايف تطورات المرض وتسارعه بسرعة كبيرة جدا، واحنا يعني بنحاول بقدر الامكان نبقى ملاحقين ليه، ونحاول نبقى سباقين ليه كمان، ان احنا نسبق الاحداث شوية معاه. تفتكري هنكسر حاجز ال 2000 يا دكتورة؟ احتمال كبير في اليوم؟ غالب. احتمال كبير. توقعاتكم لاكبر رقم ممكن لا قدر الله لحالات اصابه يوميا وصل له كام وفقا للحسابات؟ والله اللي انا متوقعه دلوقتي ان احنا هنكسر حاجز ال 2000، لكن نوصل لغايه كام ده رهن بسلوكنا على الاقل يعني. لا لا احنا ده رهن بسلوكنا استاذ عمرو. يا رب يستر يا رب يستر يعني يا رب ربنا يستر. طبعا يا رب يا دكتورة، والله يعني متشكر جدا لحضرتك والله، ويعني وجودك معانا دايما بيجيب المعلومة زي ما بيقولوا كده من مصدرها. فالدكتورة جيهان تتوقع ان احنا نكسر حاجز ال2000 إصابة في اليوم، والأمر مرهون بإحنا، مرهون بالكمامة ومرهون بالتباعد الاجتماعي. فأرجوكم يعني نهيب
بحضراتكم، اللي يقدر يشتغل من بيته زي ما احنا بنشتغل يشتغل من بيته، اللي يقدر ما ينزلش يا ريت ما ينزلش، اللي لازم ينزل لازم يلبس الكمامه ولازم يغسل ايده ويطهر ايده، وربنا يا رب يحفظكم من كل سوء. واستاذنكم نخرج لفاصل سريع ونرجع تاني نستكمل مع حضراتكم فقراتنا، ولسه عندنا محطات مهمه جدا، خليكم معنا. برحب بحضراتكم مرة أخرى، وفي تطور الحقيقة إيجابي جدا وجميل جدا الخاص بعودة النشاط الرياضي. زي ما حضراتكم عارفين إن النهاردة كان في طبعا مؤتمر صحفي مهم في هذا الإطار وتصريحات مهمة لوزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي. من 15 من النهاردة لغاية آخر الشهر الأندية بتفتح عشان تجهز وعشان تعقم وتطهر وعشان تبقى جاهزة لاستقبال النشاط اللي بالفعل تقرر بإذن الله إن من 1/7 هيبدأ عودة بعض الأنشطة الرياضية والاتحادات الرياضية، سواء المنافسات اللي فيها تلامس أو الرياضات اللي فيها تلامس أو اللي ما فيهاش تلامس، حاجات ما فيهاش تلامس زي التنس زي الاسكواش زي الحاجات اللي فيها بعد إلى حد ما عن بعض، السلاح مثلا، الرماية، وأيضا تدريجي هتعود الأنشطة الأخرى في الاتحادات الأخرى. يعني من أول 7 بتبتدي الاتحادات الرياضية بتستعد، يوم 20 إن شاء الله 20/7 هتعود فرق الدوري للتدريبات، يوم 25/7 إن شاء الله هتعود مسابقة الدوري العام، وبإذن الله على 1/8 هيكون كل الأنشطة الرياضية في مصر سواء الأولمبية أو غير الأولمبية على كل الاتحادات هتكون جاهزة إن شاء الله، هتكون اكتملت بالفعل. يعني من أول 1/7 إن شاء الله بنتوقع بداية عودة الأنشطة الرياضية وتفتح مرة أخرى الأندية، ولكن وفقا للضوابط اللي وضعتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الصحة، وفي تحذيرات ان الفريق او النادي اللي مش هيتبع هذه او الاتحاد اللي مش هيتبع هذه الاجراءات والاحتياطات هيكون في عقوبات وهيوقف النشاط الرياضي اللي هو بيمارسه سواء الاتحاد او النادي او خلافه. مباراة الكرة كل فريق معاه طبيب، في اجراءات في التباعد، اجراءات في السلامة، في غرف الملاعب، غرف التدريب التجهيز او غرف الملابس، كل شيء الحقيقة وفقا للنشرة اللي أعلنتها أو البيانات اللي أعلنتها النهاردة وزارة الشباب والرياضة. فبنقول إن إن شاء الله النشاط راجع مرة أخرى، الأندية راجع إن شاء الله من 1/7، والدوري ينطلق بإذن الله يوم 25/7 القادم. تعالوا نشوف الدنيا بيحصل فيها ايه، خصوصا روسيا. روسيا في المركز الثالث في تسجيل عدد الاصابات، النهارده العالم بيتخطى 8 مليون، العالم بيقترب من حاجز 500,000 حاله وفاه واكثر من 8 مليون حاله اصابه على مستوى العالم منذ انتشار المرض. روسيا في المركز الثالث بعد البرازيل والولايات المتحده او الولايات المتحده والبرازيل، رغم ان في كلام كتير عن وجود لقاحات بدات بالفعل الشركات الروسيه في انتاجها وبداوا قطعوا فيها شوط كبير. معايا عبر سكايب من موسكو الدكتور اندرو زخاري، الباحث في الاكاديميه الروسيه الطبيه للعلوم بجامعه بيراجوف الروسيه ومركز ابحاث الشيخوخه المكلف بايجاد علاج لفيروس كورونا والمركز الدولي الروسي لابحاث الاورام في موسكو. يا دكتور اندرو، مساء الخير على حضرتك واهلا بيك. مساء النور، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا وعلى اهلا وسهلا على اهل مصر جميعا، اهلا بحضرتك. شكرا جزيلا وسعداء بوجودك معنا. وارجوك قول لنا يعني الوضع في روسيا، هل وفقا للارقام اللي بتيجي بنشعر ان روسيا بتواجه بالفعل الان وهي في المرتبه الثالثه واحد من اكبر التحديات، انها في ازمه قد تكون متاخره ولكن بالفعل بدات تواجه هذه الازمه الان؟ هو فرصة سعيدة جدا ان انا اتكلم مع حضرتك واعرض التجربة الروسية. هو فعلا ان احنا النهاردة في المركز الثالث في عدد الاصابات، ولكن احنا تجاوزنا البيك او ذروة الوباء في الشهر الماضي وبالتحديد في يوم 12 او يوم 12 او يوم 13 من مايو. تعرفوها ازاي دي يا دكتور اندرو؟ لان احنا هنا برضو احنا كمواطنين والله برضو عايزين نعرف احنا البيك دي هنوصلها امتى، الذروه ولا وصلنا لها ولا ايه القصه؟ ذروه الوباء هو اقصى عدد من المرضى واكثر عدد من تعافي المرضى، بحيث ان يكون عندنا عدد المتعافين اكبر من عدد المصابين، واحنا وصلنا لها بحيث ان احنا حاليا في موسكو ابتدت ترجع الحياة لطبيعتها وترجع الأنشطة الطبيعية تدريجيا مع أخذ الحذر والاستعداد التام
لو حصل ارتداد او موجه اخرى من الموجات الوبائيه هنكون على اتم الاستعداد ليها. طيب. يا بدليل ان احنا معلش يعني لو طبقنا ده على الواقع المصري، يعني احنا محتاجين ان عدد المتعافين الاجمالي يكون يوصل بالتالي الى اكتر من عدد المصابين الاجمالي، لما نوصل في يوم للمستوى ده نبقى نقول ان احنا عدينا الذروه بتاعتنا، ولا على القياس اليومي؟ لا، على القياس اليومي طبعا كل يوم، بحيث ان احنا ما يطلعش البيك مره واحده، ما نصحاش اليوم نصحى تاني يوم الصبح نلاقي عندنا عدد كبير جدا من المرضى اللي ما نقدرش نقدم لهم الخدمه الطبيه في التو واللحظه. ولكن البيك ممكن يجي في خلال وقت يعني زمن النهارده كبير. احنا بنتكلم في 1600، ما نصحاش نلاقي 3000 مثلا، ما نصحاش نلاقي 10000، وده اللي حصل عندنا في موسكو في مايو الماضي، في منتصف مايو الماضي، ان احنا وصل عندنا الاصابات اليوميه ل 7 و8000 في اليوم بس في موسكو. ولكن الاستعداد اللي اتخذته الحكومه من قبلها بفتره باكثر من شهر بتجهيز المستشفيات وتجهيز اسره كافيه للمرضى، بحيث ان المرضى يلاقوا الرعايه الطبيه في الوقت اللي هم محتاجينه. المشكله مش البيك هيكون امتى، المشكله ان احنا نكون مستعدين لاكبر عدد من المرضى في اي وقت، وده اللي احنا وصلنا له النهارده. عشان كده برغم ان عدد اصابات كبير ولكنها متوزعه على مساحه جغرافيه كبيره اللي هي مساحه روسيا كامله في وقت كبير اكتر من شهر، فمش فارق معانا ان احنا يكون عندنا عدد اصابات كبير كل يوم. النهارده بيكون يعني فكره ان يعني مثلا معلش انا برجعك تاني لمصر كل شويه، وانا عارف ان مصر في وجدانك يعني، ولكن النهارده احنا بنشوف مستشفى ميداني بتتفتح فيها 200 سرير اكيد طبعا، يعني بنشوف مستشفى ميداني بتتفتح، بنشوف الدرايف ثرو عن طريق العربيات، ادخل احلل واحجز بالابلكيشن، وحدات اسكان اجتماعي عشان عزل المصابين عن مخالطيهم. حضرتك شايف ان الخطوات دي هيكون ليها ان شاء الله مردود في انها تخفف من حدة انتشار الفيروس، وبالتالي نقلل من فكرة البيك أو الذروة؟ طبعا، ولكن تخفيف من حدة انتشار الفيروس بيتم عن طريق سبل أخرى. إحنا بنواجه وباء، مواجهة الوباء بتتم على 4 محاور، وده اللي حصل معانا في التجربة بتاعتنا، إن إحنا اشتغلنا على 4 محاور بشكل متوازي. المحور الأول اللي هو مكافحة العدوى وتقليل عدد الإصابات، وده كان بفرض الحجر الصحي الإلزامي والمشدد في بعض الأحيان، واللي وصل لمدة أكبر من شهرين، وصل لتحريم أو تجريم الخروج من المنزل إلا بتصريح خاص أو في حالات الضرورة القصوى في مدة الشهرين دول. وتجهيز دي الإجراءات الشديدة طبعا احنا طبعا قرينا عنها وسمعناها. انا محرك وانا اسف جدا للمقاطعه، ولكن طبعا احنا تابعنا ده وشفنا قد ايه كانت صارمه روسيا في تنفيذ هذه الاجراءات. ولكن حابب بس انهي مع حضرتك بجزئيه العلاج، يعني هل بالفعل روسيا الان قاب قوسين او بدات في ايجاد العلاج؟ طبعا ده بند حضرتك اللي هو الحجر الصحي عشان يدي فرصه للمؤسسات الطبيه للمجهول الكبير اللي انا سمعته مع حضرتك في المداخله السابقه اللي شايفه بتجهيز مستشفيات وزياده عدد اسره وتجهيز مستشفيات، ده كله ده حاجات ايجابيه جدا. وثانيا بيجي دور خلاص احنا بنقلل الاصابه لان الوقايه خير من العلاج، ده دور رقم واحد. رقم اثنين اللي هو العلاج، خلاص انا عندي حصلت الاصابه وعندي مرضى وعدد مرضى بيزيد، فانا بحاول في العلاج بعمل حاجتين: التشخيص بحيث اني انا اقلل عدد المرضى المترددين على المستشفيات، وده كان بيلعب في دور الاشعه المقطعيه والتصوير الاشعاعي المقطعي دور مهم جدا، وده من الادوار الرائده اللي لعبته روسيا في ان احنا كنا عن طريق الاشعه المقطعيه بنوجه المرضى سواء المريض يعزل منزليا عن طريق تقسيم او يروح لمستشفى. ولكن دكتور اندرو، هل بالفعل الاخبار اللي بتطلع ان روسيا بدات في انتاج الدواء، هل الاخبار دي صحيحه؟ نعم اخبار صحيحه، روسيا بالفعل بدات بانتاج ثاني دواء، والدواء الثاني افضل بكثير من الدواء الاولاني. الدواء الاول هو دواء الأفيافير، الدواء الثاني مهم جدا، الدواء الأفيافير ده خلاص ده اللي هو بيقلل تكاثر الفيروس،
وبيقلل فترة إصابة المريض من 14 يوم لخمس أو ست أيام. ولكن الدواء التاني ده دواء مهم جدا المسمى بليفيماب أو بالاسم التجاري بتاعه السييرا، وده كان دواء بتجرى عليه أبحاث من 3 سنوات لعلاج مرض مناعي آخر وهو مرض الروموتويد. نعم. ولكن في ظل الجائحة دي ابتدى سباق محموم وحميد للإسراع بإنتاج أدوية. الدواء ده مهم جدا لأنه هو بيساعد في المراحل المتأخرة من المرض، لأن هو بيعالج شيء مهم جدا اللي بيتعرضه المريض، هو هجوم الأجسام المضادة اللي هو السيتوكين ستورم، اللي دي بتسبب الفشل الرئوي والفشل والفشل القلبي، وده سبب رئيسي من أسباب الوفاة في الكوفيد 19. بالضبط بالضبط بالضبط. وده الدواء ده مهم جدا. أنا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا والله. طبعا ده مهم ان هو يتوفر فعلا المستشفيات، وتوفر بقدر كبير عشان محاوله يعني انقاذ الارواح بدل ما تتفاقم الامور يعني. فانا بشكرك شكرا جزيلا دكتور اندرو زخاري. طبعا طبعا لسه هياخد وقت اكيد حتى عبال ما يتعمم. فشكرا جزيلا دكتور اندرو زخاري الباحث بالاكاديميه الروسيه الطبيه للعلوم في جامعه براغوف الروسيه، شكرا جزيلا. واستاذنكم نخرج لفاصل واستقبل ضيفي العزيز الحقيقه الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عادل حموده، عشان نبحر بقى كده شويه في الخيال السياسي ونسال سؤال: مين اللي بيحكم امريكا؟ بعد الفاصل خليكم معنا. برحب بحضراتكم مرة أخرى، وبرحب بالكاتب الكبير الأستاذ عادل حمودة. أستاذ عادل مساء الخير وأهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ عمرو، مساء الخير. أهلا وسهلا فندم، مساء الخير على حضرتك. يعني أنا كنت بسأل سؤال قبل الفاصل، بقول سؤال في الخيال السياسي، هو من الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية؟ بنشوف ان في تلفيقات للصور او استخدام صور في غير محلها من بعض وسائل الاعلام، الفوكس نيوز بتتام سي ان ان نيوز، ان سي ان ان بتستخدم صور في غير اماكنها عشان تأجج المشاعر، وبالتالي واضح ان الاعلام بيلعب بيحكم، واضح ان الفلوس بتحكم، مش بس اهل السياسة اللي بيحكم، ولا يا استاذ عادل؟ هو يعني الحقيقة ممكن تعتبره أنه مش خيال سياسي قوي يعني، إنما هو يمكن أن يكون من التحليل السياسي. الحكاية دي الحقيقة قديمة. طب. كل ما تحصل مشكلة كبيرة في أمريكا يرجع الناس تسأل هو مين اللي بيحكم أمريكا. بيساعد على كده مجموعة ظواهر تبدو غريبة جدا في المجتمع الأمريكي. يعني انت لو تأملت الرؤساء بتوع امريكا هتجد انهم في الحقيقة ربما ما يصلحوش ان هم يكونوا رؤساء. بمعنى ايه؟ يعني مثلا ترامب راجل له فضائحه، تحرشه، تهربه بالضرائب، يعني احساسه بالطائفية الشديد الى اخره. واحد زي الرئيس جونسون، لينتون جونسون، كاوبوي، كان يتعمد بشكل واضح جدا انه يطلق النكات القبيحة او النكات الجنسية في حضرة النساء، ولما عمل عملية مرارة قلع هدومه عشان المصورين والصحفيين يصوروا. كارتر بجد بتاع عمل كده، مزارع فلس ريغان ممثل متواضع نال طبعا اعلى تصويت في الولايات المتحده الامريكيه في تاريخ الرئاسه. ترومان كان صاحب محل خردوات. الله. طيب نيكسون بعد ووتر جيت بدا وكانه عضو في مافيا. طيب اذا كان الرئيس الامريكي مش بالكواليتي العالي، طب هو مين اللي بيحكم امريكا؟ سؤال مهم في الحقيقه. الحقيقة هناك نظريتين. النظرية الأولانية بتقول، ودي نظرية اليساريين هم المعتمدينها، أن هناك مؤامرة ثلاثية في حكومة خفية.
هذه الحكومة الخفية مكونة من 3 أضلاع: حي المال والأعمال في نيويورك الوول ستريت، وأيضا وكالة المخابرات المركزية في لانجلي، وأيضا البنتاغون. ولكن في الحقيقة يعتبر ذلك تبسيط وزارة الدفاع وإخلال بالأمور وزارة الدفاع. النظرية الثانية، النظرية الليبراليين بقى هم اللي بيقولوها في أمريكا، يقولوا والله إحنا مجتمع مفتوح، أي حد يقدر يبقى رئيس جمهورية، وقالوا الأمثلة اللي إحنا قلناها وأكتر منها يعني. لكن عندنا كتابين مهمين جدا، كتاب عمله كيسينجر اسمه كرايزس، وكتاب أيضا عمله الأستاذ محمد حسنين هيكل اللي هو زيارة جديدة للتاريخ، تعرض فيه إلى 7 شخصيات مهمة في العالم، كان بينهم ديفيد روكفلر الملياردير المشهور اللي طرح معاه قضية من يحكم أمريكا. الحقيقة النظرية اللي بيعتمد عليها كيسينجر وبيعتمد عليها هيكل أنه هناك عائلات في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني روكفلر، فورد، مورغان، ميلون، هاركنز، كارينجي، وينسروب، هذه العائلات ما تسألهاش عملت فلوسها ازاي، لكن يعني مثلا فورد روكفلر جده الاولاني اللي هو جون روكفلر كان يعني تقدر تقول ادعى انه بيفهم في الطب، وكان بيعالج السرطان بالشعوذة، وتحرش بفتاة صغيرة واتسجن. مراته وابنه قدروا ان هم يحصلوا على حتة ارض طلع فيها بير بترول. مورغان مثلا، عائلة مورغان يقال انها كانت ترتبط بالقراصنة. على كل حال لا تسأل الأثرياء في الأمريكا كيف بدأت ثروتهم، ولكن المهم ولكن هم المتحكمين في التوجيه السياسي أو في من يحكم. إزاي بقى؟ ده صحيح، ولكن إزاي؟ هم بدأوا يكونوا ما يسمى بالمؤسسات الفاونديشن. الفاونديشن اعتمدوا على خبراء مساعدين، اعتمدوا أيضا على مراكز أبحاث، يعني كل عائلة عندها مركز أبحاث. لن تصدق أنه كل الذين اشتغلوا في الإدارات الأمريكية من أول أيزنهاور لغاية اللحظة اللي احنا فيها كلهم خريجين هذه الفاونديشنز أو هذه المؤسسات. يعني مثلا حدي لك مجموعة أمثلة قالها كيسينجر في كتابه. أول مستشار للأمن القومي الأمريكي في عهد كينيدي كان جون ماكاو، كان محامي بارز، وكان عضو في تشيز مانهاتن، البنك تشيز مانهاتن اللي بتملكه أسرة روكفلر، ودون اللي تولى ترتيب أوضاع ألمانيا بعد النازية. لك أن تتخيل أن موظف في تشيز مانهاتن هو اللي غير شكل ألمانيا. هارولد أبكي ده محامي، بنك تشيز من البنوك الكبيرة حاليا في أمريكا يعني طبعا. وهارولد أبكي دوان كان بيشتغل في ستاندر أويل، ودي أحد شركات روكفلر، وده اللي حط سياسة أمريكا البترولية بعد الحرب العالمية الثانية. تعال مثلا روبرت ماكنمار، دوان كان رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز بتاعت العربيات، عينه كينيدي وزير دفاع. وكان وزير الدفاع. طب ممكن هو حضرتك والله حكومة تكنوقراط، بنجيب المتخصصين بنحطهم في الأماكن اللي بيفهموا فيها فبينجزوا، وعملوا الأمة العظيمة أمة أمريكا النهاردة دي اللي هي أقوى اقتصاد في العالم وأقوى قوة عسكرية في العالم وأقوى قوة علمية في العالم. يعني هذا كلام صحيح، ولكن عندما تملك 18 عائلة هذا الكم الهائل من وزراء الدفاع ووزراء الخارجية ومستشار الأمن القومي وكل الكابينت الأمريكي، يبقى معناه أنني أستطيع أن أؤثر في الحكومة أو أؤثر في البيت الأبيض، أؤثر في صناعة القرار الأمريكي بغض النظر ما إذا كانت هناك دور أباتشي رامسفيلد في فترة بوش الأب وغزو العراق وثروات النفط في الخليج وما إلى ذلك وعقود إعادة الإعمار مثلا يعني. طيب
خلينا نقول ان اتكونت مؤسسه شرقيه في المنطقه الشرقيه، ثم جاءت التكنولوجيا وصناعه السلاح وتكونت المؤسسه الغربيه في منطقه كاليفورنيا وفي الجنوب. هنا بنجد ان في كتل ضخمه من الشركات ومن الادارات الغنيه قدرت تطلع لينا اكبر نسبه ممكن تتخيلها من التكنوقراط الحاكمين. على سبيل المثال مثلا كيسينجر كان مستشار في روكفلر، على سبيل المثال عشرات من هؤلاء الناس. هنا هتجد الاهم اكتر بكتير جدا من مجرد حكومه امريكيه. على سبيل المثال لما جاء محمد مصدق وفي الخمسينات وأمم البترول في إيران، وجدنا أن اللي دخل عشان يسقط مصدق ويرجع الشاه كانت شركة جولف بتاعة بورغان للبترول، وأيضا كان شركة ستاندر بتاعة روكفلر. يعني دول ساهموا في تغيير السياسة هناك. خد مثلا حاجة تانية، لم يكن أحد من كل حكام أمريكا اللي بيجوا عنده فكرة عن الملفات اللي بتقابله. على سبيل المثال كارتر اللي هو ماشي بيزهو بأنه عمل السلام بين مصر وإسرائيل، ما كانش عنده أي فكرة عن الموضوع. اللي عطلوا البحث كاملة ويليام كانت، ودون كان واحد من الباحثين في مؤسسة كارينجي، عائلة كارينجي خدها مؤشرة وعمل كارنيجي. هل كده حضرتك بتؤكد فكرة ان السياسة الخارجية الامريكية في معظمها بترسم عن طريق تقارير، انما الخارجية البريطانية بترسم سياستها عن طريق معايشات؟ حضرتك بتؤكد هذا الطرح بقى الى حد كبير؟ يعني طبعا لا، هو هنا ايه، المصالح الامريكية خرجت من نطاق الاقليم او الدولة او الستيت الى خارج العالم. بمعنى ايه؟ ان النهارده روكفلر له مصلحه في مصر، له مصلحه في ايران، له مصلحه في دول كثيره. يعني على سبيل المثال روكفلر كان في يوم من الايام مبعوث الرئيس الامريكي لمصر ايام الرئيس عبد الناصر، ثم اصبح على علاقه جيده بالرئيس انور السادات. مثلا هتلاقي ان اللي اسقط الاتحاد السوفيتي هو كتله راس المال. ازاي؟ الاتحاد السوفيتي كان مرتب أن يبقى عنده 60% من ميزانيته لرفاهية الشعب الروسي و 40% للتسليح، 30% للتسليح و 10% لمساعدة الدول النامية. اللي حصل أنه رجال الأعمال أو رأسماليين الكبار في أمريكا قرروا أنه غيروا ترتيب الاتحاد السوفيتي، فدخل في سباق سلاح قوي جدا ادى الى لخبطه الدسمه، فاصبحت 60% للسلاح و 30% للتنميه، ومن ثم سقط النظام في النهايه، لانه النظام الذي لا يستطيع ان يحقق الرفاهيه للمواطنين بيحصل له مشاكل كتير. يعني اذا هنا في تاثير ضخم جدا مش بس في الداخل وايضا في الخارج. طبعا. طيب حضرتك شايف بقى دلوقتي الوضع الحالي والوضع الآني، ونحن خلاص يعني احنا في أجواء الانتخابات وبنستعد لأجواء الانتخابات الأمريكية والسباق للبيت الأبيض، الرهانات ماشية ازاي؟ بايدن ولا ترامب فترة تانية؟ أيهما بيدعموا أباطرة المال والأعمال؟ هو هنا لازم نعرف حاجة مهمة جدا، نعرف أنه عندما بدأت الحرب بين الحرب التجارية أعلنها ترامب على الصين، الحقيقة اللوبي الأمريكي القوي اللي له مصالح مع الصين انزعج جدا. يعني مثلا حجم الاستثمارات الأمريكية الخاصة في الصين 139 مليار دولار، تشكل أكتر من 10 إلى 12% من حجم الاستثمارات الأجنبية كلها اللي بتوصل ل 478 مليار دولار. الأهم من كده أن داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها نجد لوبي تجاري كبير جدا بيستورد من الصين، لدرجة مثلا أنك أنت لو شفت مجموعة محلات شين ضخم زي تارجت مثلا وقلت لو استورد
هذه البضاعة من أوروبا بنفس الكواليتي ونفس الكفاءة ونفس القوة مستوردة من الصين في السنة بتفرق 8 مليار دولار، بيحققوا مكاسب. الحاجة الثالثة، اللوبي الثالث كان قوة اللي ما يسمى بحماية المستهلك. إذن دولة لقوا أنه موضوع الحرب مع الصين ما لا يجوز أنها تدمر مصالحهم، ورغبة ترامب في أنه يحارب الصين لا يمكن تأتي على حساب المصالح الاقتصادية لهم. ومن ثم استغلوا حاجتين، أكيد استغلوا موضوع الكورونا وعجز ترامب على أنه يواجهها بشكل سليم، ثم استغلوا بالقطع موضوع التفرقة الطائفية والتفرقة العنصرية، جورج فلويد من السلطة إلى آخره. فلويد بالضبط بالضبط كده يعني. الحاجة طيب يعني بالتالي حضرتك شايف ان الانتخابات الامريكية ما زالت حتى الان مرهونة، يعني نقدر نقول بشكل جيد جدا وتوقعات يمكن ان تصيب، ان نسبة تراجع ترامب هبطت يمكن اكتر من 35-40%. لكن السؤال، هل هبوط ترامب لصالح بايدن؟ ده مشكوك فيه. النائم كما يطلق عليه ترامب يعني. لانه ترامب الحقيقه تقدر تقول ان ترامب قدر يوفر 10 ملايين فرصه عمل، وخفض معدل البطاله الى اقل من 3%، وايضا قدر يدي يرجع جزء كبير جدا من الضرائب بعد تخفيضها. ومن ثم لغاية أزمة كورونا كانت مؤشرات ترامب مرتفعة جدا، لكن طبعا فيما بعد جرى ما جرى، ومن ثم بدأت الأمور تتغير. هل فعلا سينجح ترامب بكل تأثيرات العنصر الأبيض؟ للأسف احنا بنقول العنصر الأبيض لأنه جزء كبير جدا من العناصر البيضاء مؤيدة لترامب، أم سينجح اللوبي المساند للمصالح الأمريكية في الصين؟ طيب ايه رأي سيادتك بقى ان احنا نخلي في تشويق للقاء القادم ان شاء الله ليوم الاثنين بإذن الله بعد القادم، ونبحث بقى في هذا السؤال وحضرتك تفيدنا فيه عشان نشوف مين بقى اللي هيكون الفائز بمقعد البيت الأبيض، واكيد كلنا شوق لهذه المعلومات يا أستاذ عادل. ان شاء الله. أنا بشكر سيادتك، شكرا جزيلا، شرفتنا الكاتب الكبير الأستاذ عادل حمودة، شكرا جزيلا لوجود حضرتك معنا الليلة. وأنا كمان بشكر حضراتكم، شكر موصول ليكم على صبركم علينا. معلش احنا طالعين من البيت وما بنبقاش مالكين كل أدواتنا، لكن بنحاول يعني زي ما في وجه متعب شوية للأزمة، لكن التكنولوجيا بكل تأكيد بتحل الموضوع، وإحنا دايما نكون سعداء إن احنا دايما نكون مع حضراتكم في من مصر. زميلتي العزيزة ريهام إبراهيم وأنا عمرو خليل بشكركم شكرا جزيلا، وتصبحوا على ألف خير. إلى اللقاء.